تقول عليه كازانوفا، تقول عليه دنجوان، تقول عليه واد حبيب وساحر النساء، بص وزي ما انت عايز، كلها حاجات صح ومية مية. احمد سعد اللي كل شويه يتسطر الترند مش عشان صوته الحلو المميز وكده، لا ده متصيد بحب البنات لدرجه ان شباب كتير بيغيروا منه ويسالوه بتوقعوا فيك ازاي يا جدع. 3 على 1 ايه يا دوب، 4 على 1 ايه. الساعات اللي فاتت دي احمد سعد كان عامل قلبان باعتباره احدث عريس في الوسط الفني، حلو ومدلع من يومه، اسم الله عليه مال وهدومه. كتب كتابه على عرضة الازياء علي أباسيوني، وبصراحه صورهم كانت حاجه تشرح القلب. العروسه كانت لابسه فستان ابيض قصير، وهو لابس بدله بيضه وباين عليه الفرحه قوي. يا ام الحب في الدنيا وفي عليا. لا يا جماعه مش دي، معلش اصل احمد سعد بيحب الفرحه. نقول مبروك مبروك. وفي الوقت اللي فيه الناس بعتت تساله وتسال العروسه هي ليه مش لابسه فستان وطرحه، الاجابه بقى ان اللي فات ده كان كاتب كتاب حاجه عائليه على الضيقه كده، لكن الليله الكبيره سعادتك فرح بقى وتقطيع تورته ودق المزاهر يا اهل البيت تعالوا بدون مقاطعه غالبا الشهر الجاي، بس مش عارفين بقى هتكون على الضيق ولا هيصرفوا والصرف يكون باين. هيبان. انا ما جبتش لخرقنا فين فين ايدك محشي ورق العنب. الحقيقة ان الوسط الفني كله اتفاجئ بان احمد سعد بيتجوز، وان عروسته هي نفسها البنت اللي كانت خطيبته، وكانوا سايبين بعض من شهر تقريبا، وان بطه مش ليك يا مرزوق وسنجل للابد، لكن قوم ايه رجعوا لبعض سكتم بكتم، عشان انتوا عارفين ان الايام دي العين فلقت الحجر وهو بنظره بيخاف من قرار الرجال عليه. بسم الله ما شاء الله عليا، في ايه يا جماعه مالكم ايه. جوازات احمد سعد كلها بتكون محور اهتمام السوشيال ميديا، الشهاده لله ما عدا الجوازه الاولى من ام عياله، لكن جت عليه فتره كان واقع بين اتنين اجمل من بعض، ريم البارودي وسميه خشاب، العالم دي كانت مقطعه بعضها عليه. يا ابن المحظوظه يا فوزي، ده زمن وهايص. ريم البارودي احمد سعد عاش معاها قصه حب سنين، اتخطبوا وانفصلوا، رجعوا لبعض وانفصلوا، اتصالحوا وانفصلوا برضه، وحاجه كده رايح جاي لغايه ما اتجوزوا، والجوازه ما قعدتش كام يوم، تقريبا 6 ايام، وشهر العسل بقى بصل. انا عنبي تركتك يا ابن الفقريه. سميه الخشاب وقعت في غرام احمد سعد، وطبعا مش محتاجه اقول لكم دخلت في خلافات مع ريم البارودي اللي اتهمتها بانها خطفته منها، لكن سميه دفعت عن حبها واتجوزته وعملت فرحها على البسين بلالين بقى ومعازيم عشان ما يعملش كده تاني. ايوه بقول لك مفيش ومفيش يا مؤمن، شويه ولقينا سميه الخشاب واحمد سعد مقطعين بعض، اتهامات ومحاضر وخناقات وسرقه طحال وشيكات بدون رصيد. وليله تمد اوت عتك. احمد سعد جراحه العاطفيه بتلم بسرعه، ورمى ورا ظهره كل الستات اللي بتتخانق عليه، وقرر يتجوز جوازه رابعه. اللهم زد وبارك. والله العظيم ما ولع معايا، ورب الواحد ماشي على قد حاله. وزي ما قلنا كده ان ازمات احمد سعد مع الستات والجواز كتيره جدا، اي نعم في رجاله فرحانين بيه وبيقولوا له خلي الحاجه تدعي لنا زي ما بتدعي لك كده، لكن في تحذيرين جايين من اخطر ستات على وجه الارض. يا ساتر يا رب، سلام قولا من رب رحيم. الاولى مدام رضوى الشربيني اللي قالت لاحمد سعد بعد مبروك واللازم منه خلي بالك يا احمد احسن بص، هي طبعا ما قالتش هتعمل في ايه، لكن واضح ان احمد سعد فهم الفوله وحس بالخطوره، وعلى طول رد عليها وقال لها لا خلاص الحمد لله على نعمه علياء مراتي. انت شايفه ان الراجل ده هينفع يكون زوج العمر؟ اما مدام بسمه واحده واللي عاشت كل مشاكل احمد سعد واتكلمت عنها مره معاه ومره مع ريم ومره مع سميه، الصراحه ما خلتش اي طرف، كان ناقص تجيب لنا المأذون والشهود في الجوازات الثلاثه. قالت له ربنا يهديك يا احمد، مش عايزه اشوفك في الموسم الجاي في برنامج العرافه. طبعا فاهمين قصدها، كل واحد يخلي باله من طحانه، كل واحد يخلي باله من غليبه. اسره كلام اوعى جوازات احمد سعد تنسيكم تعملوا لايك وشير للفيديو ده. سلام.